مساء الخير عليكم مازول، بونسوار اتوتي اتوس، بونسوار ا نوزامي دو باب الواد. ما نسيناش البارح واش هضرت المراه. بونجور ايغالمون ولا بونسوار بلوتو ا نوزامي دو حسن دي، ا تو سو كي سو تروف ا ليترونجي ايغالمون، سو كي سونت ان بريزون. واش راكم لاباس؟ نقولوا لاباس هكذاك بصح حنا في الحصه هذه نخمو على كل واحد، على اللي راهو في الحبس، على مواليه ولا مواليها، باسكو دي فام ايغالمون ان بريزون، ما ينجمش نساوهم، كاين صارهم في الحبس. وضحايا ايغالمون لي فيكتيم، يعني سو كي اون سوبي، هادوما تاني تخمو عليهم، العائله تاعهم، سيغتو كات يساجي دو كريم. اون بونس بوكو بوكو ا او. احنا جزائريين نسمحو، وحنا نفكرو كل واحد، راكم كاملين في قلبنا. والله غير فريمون توس. On va prendre un premier appel, je pense, Nadia. C'est bon? On a quelqu'un en ligne? Très bien. Allô, alaykoum salam. Alaykoum salam, salam. 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 Rachid. Rachid. Très bien, Rachid. Rachid, Alger ou l'amenin? Alger. Alger. Alger, très bien. Oui, Rachid. Rachid, oui. Oui. عندي نسيبي انا يا نتصل به. نسيبك سي تادير سي خو المرا تاعي، خو المرا تاعي، خو المرا، خو المرا تاعك. تري بيان. وي اش عنده في عمرو؟ عنده دوكا 31 عام. 36 عام. عنده دراري بيان سور. ما عندوش 31 31 31 غير كيفاش زوج مالا؟ لا لا ماشي مزوج، ماشي مزوج. اه ماشي مزوج. Ah d'accord, le frère de votre femme, smahli. Oui, oui, mais je suis aussi. Chala taoulo. A taoulo 5 snin. Ah, 5 snin, 5 ans de prison. Où est-ce le prénom taou? Jaha Mourad. Mourad. Jaha Mourad. Très bien, Jaha Mourad. Où est-ce d'el Mourad? Hada, hkmoual, andou 7 grammes, kif? 7. 7 غرامات يحطوا له متاجره. تسمى بلي يبيع، داروا بلي يبيع. يحطوا له متاجره، يحكموه عنده هكذا من هنايا، يحطوا له المتاجره، جاب حكموا له 5 سنين. حطوا له متاجره. بصح دوك نسقسيك برك، ولا على بالك انتيا ولا بالك ما على بالكش. كيف لا 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 اللي حبيت نسقسيك. كي حكموه، حكموه برا؟ حكموه برا. صح، كان عنده وليت سبيسياليست انايا. كان عنده كوتور ولا ما عندوش كوتور؟ لا لا ما عندوش كوتور، ما عنده لي والو والو تحتو هكذا شغل، ماشي نقول لك شراو والو شغل شري. هذه خطيه، هو خطيه كاع هاد الشوفات هذه. مو حطوا له شوف 7 غرامات نورمالمون ما يعطولوش المتاجره، ولا يحطوا له بالك فمر بالك ما على باليش منها مستهلك، ما يحطولوش نورمالمون. كان لقاو هكذا ورقه ولا كوتور داكش عارف يقدروا يحطوا له هاي، بصح هذا شغل على كل حال ربي يكتبها هكذا. راني نسمع بزاف ورقه، ورقه اسمح لي باش نتعلم شويه. ورقه شحال فيها لو غرام؟ والله ما على بالي، ما على بالي. الدخان انا الدخان ما نتكيفوش على كل حال، والله ما نعرف ورقه شحال فيها من غرام، شحال فيها 7 غرامات. سامع 7 غرامات منها لي شارع، سامع 7 غرامات. اه 7 غرامات حبينا نعرفوا ولا 7 غرامات بزاف ولا ماشي بزاف. يجي نهار وين نسقسي واحد يقول لنا يعني واشنو هي 7 غرامات وماشي مزوج يعني، وما حبس، اما حبس راهو في البرج، راهو في البرج، في البرج، هو البرج كان هو. نقدر نحكي هو عنده يما مريضه دياليز. وي بشفى عليها امين. درت الخطاب مسكينه دي فوا تروح دي فوا منها، كان يديه كان باباه كان يروح ليه. واحد الوقت انا كنت عندي سياره، كنت انا نروح بعد بعت السياره، الله غالب تقدرت عليا واحد الامورات منا ومنا، بعت السياره كنت انا نديها. ومن بعد ولا يدار عمليه ماهوش يشوف، عنده درعين وعلى باله نورمالمون ماهوش يشوف منها. ودي فوا دوكا راهي دي فوا تروح دي فوا ما تروحش، كي تلقى شكون يديها تروح، كي ما تلقاش هي 60 سنه في عمرها، والله غالب مسكينه مريضه ومنا ما تلقاش شغل مع من اللي يروح معاه. كان يديها ثاني واحد نسيبي ثاني خو المراه تاعو ثاني وحده، زاد باع السيارة تاني تو بلا سيارة، ودي فوا يديها وليد خالو، وليد خالو محمد هذايا تاني شغل راهي تعدى مسكينة تسوفري منها هكذا باش يعرف ولا ما جاتش ولا منها هكذايا ولا ما يتقلقش.
فوالا يهضر معاه باش ما يتقلق، باسكو على بالي بلي يتقلق هو 5 سنين هو يتقلق مسكين ما بقعدلوش، قعد واحد 5 شهور ان شاء الله. ان شاء الله. وانا عندي مده ما رحتش ليه، انا عندي مده ما رحتش ليه هكذايا، من شغل زعفان عليا ومن وانا ما كان والو معايا، ولا انا ما ونحبوه ودايرو اكثر من خاوتي، ماشي بيان سور ونحبوه، ماشي قال انسان خدام وعاقل، اما في الحومه منا راح هكذا دار ورقه دار، ومن انسان عاقل ماشي تاع هادشي، لا بس خدام كان يخدم معايا، كان شريك معايا، كنا عندنا كان حاك معايا طابله، كنا نخدمو كيف كيف، منا هكذا جا طالع، جا طالع للدار هكذايا شغل حكموه منايا واش كاين، حطوا له هاديه شغل، حطوا له هاد البليه هادي جات، ولازم يصبر ان شاء الله، راهم يسلموا عليه كاع العائله، كاع تسلم عليه العائله، تسلم عليه وما يتقلقش. او يم او بلي يمه راهي شويه صافا، راهي شويه شويه صافا، من باباها وصافا، باش ما يتقلقش، خاطر ماشي تروح ليه بزاف، ما كاينش شكون يجيبها مسكينه، ما كاينش، وانا ما عندي مده ما رحتش ليه، عندي مده ما عاد مده منا كي تروح ليه يمه يقولها علاش موش يجي لي رشيد، وعلى موش كش ما كاين بيناتنا كش ما هكذا، من قلت لها ما كان والو والله العظيم ما كان، وانا نحبه ماشي، قال الله غالب الظروف ومام سي با لو مام نو، ما تنجمش تشوفو ماشي الاسم. لا لا ندخل نسيبو، تقدر تدخل نسيبو تدخل. صح كنت نقول هكذا، كنت نروح ليه انا، كان انا كنت نروح ليه، كان هنا في السركاجي، من بعد بدلوا له داوه للبرج، رحت ليه ايامات كانت بالكروسه، كنت خدامه هكذا، رحت بصح دخول الظروف، الظروف 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 الله غالب، وثاني اختو ثاني تسلم عليه، والدراري دراري بزاف بزاف توحشوه، ولا اختو هذو هما توحشوه بزاف، ولادي توحشوه بزاف، كل يوم خالو مراد خالو مراد يحبوه بزاف، ثاني يضلوا يحكوا عليه، وان شاء الله ربي يطلق سراحه ان شاء الله، هذا ما كان ما قعدلوش قد اللي فات. لا خلاص هاي خلاص هاي، حتى وقيلا رمضان يجوزوا في الدار 5 شهور بقاولوا ربي عالم ان شاء الله معنا نورمال مو نورمال ان شاء الله، بالك بالك رمضان بالك احنا ماذا بينا ان شاء الله، نتمناو له في رمضان يجوزوا في الدار ان شاء الله يا ربي، وان شاء الله ما يزيد ما يزيدش يدور بهذيك هذيك الحاجه هذيك ان شاء الله، هذيك البليه ان شاء الله ما على بالناش احنا، صدفه صدفه يعني، يقول لك انا حتى عيطوا لي طلع كان معايا، تطلع منا عيطوا لي شغل قالوا لي ديفوار ما امنتش، شغل جا طالع للدار يسكن في كاديس، وجا طالع هكذا حتى عيطوا لي في التليفون، الو الو رشيده ودي فوالا فوالا، جرينا جرينا هكذا، قال لك ودي لا لا، ومن بعد يقول لك لا لا حكمنا في جيبه، ومن بعد يقول لك خطره هو ما على بالوش، كي رحت ليه انا قال لي والله ما على باليش، قال لي ما على باليش كيفاش، هو قاعد حاير بصح 7 غرام واقيله واقيله بزاف، 7 غرام واقيله 7 غرام ربي عالم انا والله، ماشي ماشي على كل حال انسان، والله ما نعرف 7 غرام شحال، والله العظيم ما نعرف 7 غرام شحال، على باليش حال انا الدخان انا خاطي هنا على كل حال، ماشي ان شاء الله يخطي كاع ان شاء الله الكونسوماسيون هذيك، ماشي ما قعدش خد اللي فات ان شاء الله نورمال، هذيك مكتوب ربي على كل حال، الانسان لازم يصبر، هذا ربي كتب له هكذايا ولازم يصبر. يعطيك صحة طوليكا يا سي رشيد، يعطيك صحة و نزيد لي على واحد سلم اهدر عندك واحد اخر في الحراش، عندي واحد صاحبي على كل حال في الحراش منا يا رياض، ايه نسلم عليه بزاف بزاف، ايه ربيت لك سلاح وثاني ثاني تاع شكون هو شكون؟ رياض واحد يدحومك على كل حال جامع اليهود هكذا، ايه نسلم عليه بزاف، او سنا بصح هو دخل على جال مخدرات ثاني ثاني تاع المخدرات، ايه مخدرات واش كان كانت يتكيف ولا الكروسه، القوا في الكروسه، القوا في الكروسه كونت كونتيتي ولا صغيره ولا جاب لي ربي كرون كونتيتي، على كل حال حاكمين له 5 5 سنين 5 سنين، ايه تسمى بالك كان بالك كان يبيع كان ربي عالم، ايه ربي عالم يا ربي عالم وخليه، وشحال طولوا حبس؟ 5 سنين 5 سنين باش لي جون يسمعوا، انا ان شاء الله على كل حال ربي يهديهم ان شاء الله، وعلى كل حال هما ماليهم لي سوفريو فوالا فوالا، كيما انا سيدي انايا يمه لي سوفري مسكينه، تروح حتى للبرج ومريضه دياليز ديرت الخضره سمعنا، وداو حتى للبرج مسكينه تروح تسوفري، كيقول لك ما كاش وغير البنات، هذا عندها ولد واحد، هذا نسيبي على كل حال، هذا ولد واحد يمه مريضه مسكينه تسوفري، كنا اللي تي رايحه روح للبلاد، البلاد مسكينه دي فوالا غير خطره حتى تبحر، تعيطوا لنا مسكينه قالوا لنا يا ودي فوالا طلع ما تعرفش ولا كذا، طلعت من هنايا ما كاش معاه مطرح، كي كنا انا نديها ولا كان نسيبي وخذ اخو ثاني تيديها، نهار اللي مسكينه دي فوا توحشوا دي فوا من هكذايا شغل تمرض وتروح هكذايا، الوالدين اللي يخلصوا الوالدين اللي منا، حنا اللي جانا هذا شغل نورمال راه من داخل بالك يقصروا ما على باليش منا، ونصح الوالدين ساكنين يتعبوا باش يجيبوا هذيك الدور ولا عزيز باش يجيب هذاك الوسمو منا، كيما دي فوا نسمع في هذيك نسمع في الحصه هذه
باش يجيبوا الفراك هذاك باش يسوفريو، ومن بعد يروحوا نهار كامل هما يطيبوا منه وزيد يروحوا البلاد، البلاد يخرجوا على الزوج تاع الصباح ثلاثه تاع الصباح باش يوصلوا مع على بالي شحال هكذاك يديروا روحوا يعاودوا دي فوا لي زاكسيدون دي فوا هكذا. الانسان يخمم كي يجي يدير الحاجه يخمم بلي عنده والديه عنده الدراري عنده كل واحد لازم يخمم في الدنيا هذه ماهوش وحده. واحد اللي عنده مخدرات في السياره ما يخممش كاين باغاج كاين يحكمو كاين لا على مواليه بلي يحكموه على جال مواليه. الشر عمره قصيره اخا شدي يدير هاد المخدرات اللي يستعملهم اللي يستهلكهم ولا يبيعهم ولا يجي نهار يحكموه فوالا داك اللي حبيت تقول لي جا نتايا الانسان هذا النيجان هادو هما اللي راهم كاع على كل حال وان شاء الله ربي يطلق سراحهم راه دو كاع اللي راهم في السجون منا دو كاع راهم خاوتنا وراهم كيما نقولوا مالينا وخاوتنا راهم كيما نقولوا راهم خاوتنا الجميع يدير في بالو يجي نهار يحكموه يجي نهار عنده ولادو عنده خاطش يماه ولا اللي كان مرته تعذب ولا الاخر يتهانوا من يسوفريو يتخمم باللي يروح يخدم على باليش يدير حاجه وما كاش كيما نقولوا ما على باليش حاجه يدير حاجه الحلال منا ومنا ما كاش لي اداه ما كاش لي اداه كاين الناس كوميساري انا ماشي نكذب عليك ولا زوق ولا انا كوميساري ما نعرفهاش كيفاه دايره الحمد لله ما عندي حتى مشكل. الوغ ايماجين يماه انت ما تعرفش كوميساريا ايماجين يماه ولا تعلم تعرف كوميساريا تعرف لحباس تعرف عين وساره تعرف سي 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 وكان يخمم عليها مقبل يقول لك شغل ما يحبش يماه كاش ما تصرا له ولا اخته ولا حاجه مي ابري هو اللي يدي يماه حتى الحبس. لا هو يضل يخمم مسكين يقولها فوالا ما تجينيش وعلى باله يماه مريضه ومنها يقولها يبعث لها براوات نقراهم انايا ولا سلمي على نسيبي وسلمي على دارني على كل حاجه الخوم اللي كانت تربى معايا انا ربينا كيف ملي كان صغير يقولها سلمي على فلان وفلان يقولها ما تجيش على باله بلي يماه مريضه وعلى باله بلي يقولها يما انا الله غالب وربي بليا والان يقول لي ما انا ماني حايل يحلف ويسقط يقول لي ما خاطيني يقول لي ما على باليش رما ولي على باليش يقول لي كي طالع للدار نورمال طالع يفطر يولي منها يعاود يولي نخدمه عاود جا رايح تاع يطولي منا قال لي ما على باليش قال لي والله جوسكا بريزون ما على باليش كيف وصرالي واش منا واش منا والانسان حتى تطفر على كل حال دوك حنا الدنيا هذه تطفر باش ندموا ما دوك ما نشوف انا نشوف القدام صح كي تطفر وكان سمعت لو كان منا من مام هذه النهار هذه يعطيكم الصحه على كل حال وهذه عبره للناس الله يسلمك هذه عبره للناس هذه عبره للناس وعبره لسمو منا مانيش نقول انايا دوله تظلم في الناس ولا تدير ولا منا ولا هذه ولا هذه ولا مانيش نقول انا هكذا خاطر انسان ما شافش بعينه ما يقدرش يعرف يقدرش يقول لك انا ظلمت ولا هذا ظلم ولا هذا الثاني ولا منا انا ما على باليش لو كان نشوف الناس ما تديرش ما يدناوش ليك هاو ما جاوش ليك انت ما تتكيف ني الدخان ني مخدرات هاو ما جا اسكو جاو ليك و اسكو جاو ليك فوالا انا الخدمه للدار هنا بابا الدراري مخدمه للدار ما ندورش ما بقاش ندور ولا نخدم من الحمد لله ما عنديش مشكله جامي حبسوني ولا ما عندي الحمد لله الحمد لله مي ان مامون هي اللي تسوفري والله غير هي اللي تسوفري بزاف مسكينه تضل هكذا تضل تخمم عليه تضل منا الشهر هذا راحت وبعد الشهر هذا ما كاش وشكون يديها شكون منا دي فوا البرد دي فوا ولا تكلا ولا تغطى ولا نقول لها لاباس والحمد لله ويقصر منا ولا تغطى ولا شكلا ولا شرب ولا داروا له ولا هو كيما نقولوا الانكس ما هو عندها واحد هذا عندها واحد هذا اللي باقي بنات وكاع الحمد لله قريب انا اختو هذه اللي ديها انايا اللي صوفي كان تربرات وعنده اخته افوكات عنده واحده جورناليست عنده هذا واحده اخرى افوكات ثانيه ما كاع لاباس فاميليا كاع لاباس ماشي قال Non, c'est pas une question de niveau, c'est une question de tentation, c'est une question de mkhalta, les mkhalta avec les même hua ou les familia ou menna, ma connais c'est pas صدقني صدقني بالك تشوفوا تهضر معاه يحشم الحومه قاعد تحبوا راحوا داروا بريه داروا ورقه كتبوا له البروفيل داروا ما حاروا العجايز يحبوه كان معايا انا في الطابله كنا نخدموا في رود لالير كنا نصالي كنا في الطابله كاع يسقسيو عليه العجايز كاع يسقسيو عليه واش كنت تبيع في الطابله؟ انا كان عندنا القش نخدم هكذا يعني كنا نروحوا للعلمه نروحوا نجيبوا القش هكذا ونخدموا انا ويا البلايه نشريو الصاك نشريو هكذا كونتيتي ترى حلال يعني حلال لا الحمد لله ماشي انسان يخدم وماشي قال لي محتاج من في الدار ماشي محتاج
حنا في الدار ماشي محتاج باباه ثاني تسمح الحمد لله كافي روحه ما ولد واحد ثاني له ما شي محتاج حنا الحمد لله خدام بلي جاتو قدرتو هذا ما كان انت ليك يعطيك الصحه انت اللي ما نسيتوش بارك الله فيك يعطيكم الصحه الحصه يعطيكم الصحه ونسلموا عليه كاع ما ولا تخدو الاخرين ثاني تخدو اخرين فاميليا كاع يتسلم عليه الدراري ولادي ثاني ولادي ثاني ثاني خالي خالي ودلو يهبلوني الدينا 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 توحشوه بزاف بزاف خالو 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 والله مساكن نهار كامل وما خالو خالو والله نهار كامل يجبدوا تصوروا مساكن خالو مراد خالو مراد خالو مراد يومين يومين في الليل يومين بابا وخش الدينا وخش الدينا قلت لهم ما يقراوا مليح منا ومنا نديكم ان شاء الله في لي فاكونس هذا لحب ربي نجي ايا خلاص قلوب خلاص ما نديكمش هو اللي رايح يجي ان شاء الله ما نديكمش خلاص هو يعاود يجي ان شاء الله يجي لهم مفاجأة هكذاك يجي لهم يعطيك الصحة على ربي ان شاء الله يعطيك الصحة بارك الله فيك الاخ سالم يعطيك الصحة الله في روحك خويا مراد الله في روحك وما كان والو بيناتنا ونحبوا بزاف 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 والله غنحبوا بزاف يعطيك الصحة هكذا وربي يسلموا عليه ولاد اختو وخياتو والفاميليا كاع يسلموا عليه اختو راجل اختو الاخر ثاني تعدلانا ويسلم عليه ولاد اختو ولاد عدلان ثاني تم يسلموا عليه هم يسلموا عليك بزاف بزاف يعطيك الصحة خويا ميرسي بوكو يعطيك الصحة سلام عليك يعطيك الصحة بارك الله فيك سلام عليك يعطيك الصحة il faut c'est vrai que واحد يراه في الحبس يقول يماه يما ما كلاتي ما كلاتي على بالي بلي ظروف منا بصح كي يماه ما تجيش على بالكم واش يجي في راسه تمتم حبيت نقولكم وما نقولكمش ولا بالي بلي صافي مال même انا pour le dire باش خرج جنب فمي يقول يما يقولها يقولها يما ما تجيش على بالي ما عندكش امكانيات يخمم تصرى له حاجه يخاف يماه توفى وما ينجمش يدفنها سي لا بيغ دي سانكسيون اللي تصرى الواحد اللي راه في الحبس هادي نتوما اللي ما دخلتوش الحبس خمموا عليها يماك توفى وما تنجمش تدفنها دخل هادي في راسك بيان كوم يلفو خمم عليها راك فهمتني لا رد بالك اوف اون بروندر ان اوتر ابل الو الو السلام عليكم وعليكم السلام واش راك خويا سالم واش راك لاباس الحمد لله صافي بليزير ولا صافي بليزير هذا تحلنا على خاطر وخاطر وليداتنا ان شاء الله الله يسلمك على بالك واش كنت نقول درك يا مدام قولي لي ولا عندي الحق ولا ما عنديش الحق قولي لي واحد يراه في الحبس ما يشوفش ما هيجي على بالك واش يخمم يخمم دايم الله وما ينجبش يدفنها هذه اللي حاجه اللي نخمم عليها هذيك هي طول حياته يولي يخمم على هذيك لا 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 على بالي خويا على بالي ربي يوسع لهم الخاطر ان شاء الله ويعطيهم الصبر وربي يدير لهم تاويل جالس راحهم جالس راحهم بحساب شجاع مسلم ان شاء الله ربي يرجعوا لمالي ولوليداتو ولوالدي ولبناتو ولفاميلتو والعمر ونفسه هو ربي يرضى عليه ويرضي على الناس ان شاء الله حتى ولو يكون تالي وكان يكون مدري ربي ان شاء الله ربي يفرج عليه ان شاء الله انتي وليدك راه في الحبس يا مدام يا خويا انا يا مدام ناديه كوكو معروفه ويعرفوني الناس و70 ديستوار تاع ولادي والله والله عندي زوج في الحبس زوج عندي زوج شي واحد كانوا في الحواج من الحواج واحد داروا لي تيجي والزوج مازال عثمان وعبد القادر
داولي مع السكر وجريت جريت عليه قربوا لي دوك التوك في عين الساره وما دابيا يجي لي قربوه لي عبد القادر باسكو مرتو مريضه وما تقدرش تروح وانا مريضه شحال وانا سبيتاليزي ما رحتش ليهم كامل وطولت عليهم حتى مرضوا انا ما جاتناش لي ماما داش بابا وانا حبيت نقول بلي سبيتاليزي باسكو لا ديابيت ولا طونسيون دارت لي بزاف مشاكل في الكوخ تاعي ودريت بزاف ودو كان يتكهر عليهم ادامه ان شاء الله رب العالمين هما نعطي لك صراحة والله 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 هم حكم عليهم كنزهم بكنزهم واحد عنده زوج بنات واحد عنده زوج ولاد عبد القادر عنده زوج ولاد ومرته مسكينة راهي بلا ديبريسيون والاخر عثمان عنده زوج بنات ومرته راهي بلا ديابيت ولا طونسيون وما نقدرش هما يروحوا وحدهم لازم انا نديهم للشيخ الشيخ هو المسؤول عليهم كازا عنده بزاف هما في الحبس عندهم واحد او عنده سيزا سيزا عبد القادر قاسمين غاز اطابلو عام ونص كيزين ورا صافي عنده مواد جويي يدير سيطويبلي وعثمان مواد جويي يغلق سيزا غير الفم اللي يقول هيا مدام تي راكي تقول لي سيزا سيتا كاز واش داروا مدام في زوج داروا لا وتحاسبني بالله وربي هو اللي راه شاهد وعالم رب العالمين هو اللي راه عالم وحتى الشرطه تاعنا تاع السجويه على بالهم بلي ولادي ما داروا والو وعلى بالهم بصح الله غالب فات حكم عليهم الحكم 15 دو بريزون هكذاك وانا على بالي بلي الشرطه مادا بهم واحد ما يديرش كازوت بريزون انا نعرف بزاف دي بوليسي على بالك كي يشوفوا لو جوجمون يخرج كازا ومننا شغل باسكو راه على بالك بلي كاين بوكو دو بوليس في لي كارتي كيما بزوار تما ترباو مع لي جون ويغيدوا من الحال كي 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 كي, كي هاد لي جون يديروا حاجه على بالك بلي يغيدوا من الحال والله العظيم أنا بالك كان شي شرطة هضروا معايا قالوا لي حنايا دينا ولادك ودمنا كان شي شرطة قالوا دينا دارك ودمنا شتي دارك كانت مهجورة الخدمة اللي تقول هكذا بصح نقول لك لا فيغيتي وانا نحيي الشرطة هذوما اللي فغيمون منا يعسوا علينا ومنا يسوتو بليجي يديروا خدمتهم يا مدام يديروا خدمتهم كيدي ملاح كيدي ملاح معايا بزاف ومع داري ومع ولادي وراهم يجوا لولا بيتي يخدم منهم ولا قوم على بالهم يقولوا لي راني زماني جينا لدارك وزمنا على بالي واش راهم صاير ولادك مساكن عاقلين سيدي زول زوجتهم صغار كاع زوجتهم ولاد 22 24 ما نكذبش عليك 24 انا داري كانت مهجوره ورايبه كامل كشراكي عايشة أنت كشراكي عايشة أنت أنت كل الموت كل يوم أقول الموت بعيد الشر عليك بخاف الموت وما ولادي ما يحضروا ليش بخاف الموت بخاف ولادي مرايا شتي كنت نهضر عليها بعيد الشر خايفة من ربي الموت بالعجل والأسباب بزاف صح أنا خايفة الموت مش باش منهم ما حسش كبرتهم سوفليت باش كبرتهم تبربت عليهم باش كبرتهم بديت نولد وانا من دار لدار بهم نتلاوح منهم ما عاد قلت الحمد لله يا ربي وحدي ما عم هدر وحدي نكتب ما عنديش كذا قال لك نهضر على العبد فضيحه نقعد نكتب جو بوان كيلو ناخذ كاي نقعد نهضر مع الله تعالى نقول له يا رب العالمين انت لا تاليت ولا تولد هاد ولادي انا ولدتهم وعلى بالي يا رب العالمين ديرهم ولادك تحجوا معك وانتي على ولادي غير بالخير قولي يا ربي ان شاء الله ولادي سهل يحط رصيبهم قدامي كبار معاولي يكبروا ولادي تمتم كبروا لي أصفقش كأنني كنت راقدة وفطمت مبارك غير السفرانس كأنني رقدت ومت سبت ولادي كبار فبديت نزوج فيهم في العام ديال زوج عراس في العام ديال زوج عراس في العام ديال عروسة نزيد عروسة نزيد عروسة الله يبارك عندي ست عرايس وعندي زوج نساب قالي ولد واحد من الأزواج سوفليت عليهم ودوك انا عندي 60 الله يبارك مدام يبارك فيك وكتشوف لي تقول هاد المراه كيفاش راهم يقولوا راهي مريضه كيفاش هاد المراه راهي مريضه راهي لبس عليها وانا نفوض ما جو سوف نبكي على ولادي حتى مولا بيتي راه مريض مش مليح مولا بيتي تجي هاديك شوي ولي ترى نبداو نديرو لاتونسيون نديرو للطبيب نشوف يقولوا لاتونسيون تاعك بدا كيزيدو في لادوز يقولوا لاتونسيون تاعك راهي مليحه راك لاباس
بصح هو غير يقعد يقول راح نموت خلي ولاد وليدي خلي ولاد وليدي شكون بيهم شكون بيهم عرايسين ساكن شكون بيهم الدار شكون بيهم شكون بيهم شكون بيهم ولاد وليدي خفت نموت هكا يفهم الطبيب ولا يبكي يقولوا اللي تساعد هكا ونبدلوا الطبيب للطبيب يولي هذاك الطبيب يكلم يقولوا لا لا دير ربي ونبي ونقول له يا راجل شحال راني مريضه انا شحال راني ندخل في السبيطار ونخرج شحال راني مريضه بالضروره كاع الامراض راني وانا صابره الله تعالى قول له صبر معايا لو كنت حتى تخليني تبعك نموت موراك ولاد وليدك اللي يقعدوا عرايك ماشي تاع عندي عروسه بعد وحده كمان هذه ما تدخلش تخدم ولا مريضه السكر مريضه كاع من الشوك هذه مرت عثمان مرت عبد القادر مسكينه راهي تشوفي خدم لي ناس خدم لي سانيتير لي سانيتير دابا دوزات خاطين في لي سانيتير قولي معليش لي سانيتير ونعاونكم غير على رجال ولادي جو بخيسر على ولادي يكونوا مع ولادهم مع نساهم هما اللي يخدموا على ولادهم باسكو ولادي كاع سيدي بونطوليي دي بونطوليي بروفيسيونيل دي بون ترافايور دي سيريو كتب عليهم ربي هكذا حنا ما داملين مع رب العالمين بزاف وقولوا يا ربي تسكرهم تسكرهم ويديروا ان شاء الله ساك الخير يقولوا لولادهم انا يقص عليا الهم لا بغا نشوفهم خرجوا اليوم وغدوا انا موت معليش المهم نشوف ولادي مع نساهم مع ولادهم حتى واش راني متمنيه ما تمنش كثر انا ولادي ما حبيتش كل واحد يبكي ونخمم نقول يا راح تموتي ولادك لمن انا قلت روحي انت عليا انا ما نقدرش المسؤوليه انت كلش في الدار بركات نودي فامي بكري هذا بك هذا بغيت نهضر بك الزوج يقول أكثر في أخويا كان ياسور مدام ياسور اسمع فيك ياسور يقول لي هكذا نشرب قهوتي ونصلي في الجار والنص وبعد كان يقعد هكذا وحدي نشرب قهوتي ندير نسيري ديالي نشرب الدبابة التوعي نشرب كامل أنا قاعدة حتى نديكلونشي نوضو على يسي يجرو ويجرو يا إما لك يجرو نبسو ونسقو الصورة ديالي نبكي نبكي ونبكي نبكي نبكي نقول لهم ما قدرتش يا بلادي تعزت بلادكم وتعزت بطياتكم أبدا بكي أنا قادر وعدت بلادي بكي راضيهم ما قدرتش نبرا الناس قاع يدعوني الناس قاع يطلبوني شفاني يا بلادي بنصحهم على بالهم بلي عاقلين إذا ما عرفوا بلادي عاقلين ربي ابتلاهم ربي ابتلاهم ما عندي ما نزيد نقول يا رب العالمين إن شاء الله تايا بغيت تفتح عليهم هاد الحالة والتالي تفرح والتالي تفرح لهم ولا كانوا ضامن والتالي تعفو عليهم انت تعفو عليهم وتسمح لهم فقط ربي صالح بواحد كذلك في الأرض ما يسمحش ربي ما يسمح ولي في الأرض لازم يسمح خطيته ماشي فوق يد ربي يد ربي فوق يد الجميع كامل وانت راك سبب اللي راني نحكي لك هنا حسيت روحي نبره لازم نبره انا يا ولادي نبره ولادي ولادي ما قدرتش انا ما قدرتش ما غالبا انا مريضه اي تعرفني فاتي الحين ما تمرون جاتكم اي ما تكون كل مره تجي ليا كل مره تجي ليا تصبرني ولا انا بزاف ما قدرتش انت مروان ما وش لزوم تحرق لقلبك وانا يا وليداتي بولادهم ما قدرتش المسؤوليه لا دعوا مرة يتحضينوا باش يعاونوا ولادهم وديك القصار كما كان الشياء أصحابها كي يعاونوا ناس عاد سعد ينساهم بالتلت شهر بضع شهر شهر عليهم المهم دعوا ما ليش نبعد لهم بعد عبد القادر أمريد مسكين لي الساعة من جلت هيك أبي على قليا إما لازم لي الموضة باش حمدي لا بخدي سكوبي على برا من حسي الدنيا دي لا بخدي سكوبي وعد ما كيف كيف كانت عندنا جلس فيك ولادي هدوش الناس ورثوا لهنا ورثوا المال أنا ولادي ورثوا الحبس والمرض أو بيكون معهم إن شاء الله وقاعد المؤمنين إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ربي معك ربي معك أنت يا بنات إن شاء الله نقول يا ربي شفي بيحن على أولاد المؤمنين قاعد يطلق ساحهم الله يحفظك ربي كي 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 أما 15 مزلق قالوا لي إحنا ما بتوصلش من بعده العاب لأدنا وقاعدين على الجنة حتى ما بيصرف عليهم ربي ويقولوا حدا يتيمة وحدا يتيمة في الستينات كي ما هبلتيش راكي مليحة كي ما هبلتيش راكي مليحة أنا من مهبولة قلت صح أنا شربت لا بس ترقد والله غير كي ما راكي شفي في دار مهبلتي راكي مليحة يا مدام شكون شكون معاك الحمد لله شكون معاك يا مدام شكون ربي سبحانه اي
انا مش قلت يا ربي وانت الثالث ولا الثالث حولادي ولادك ولا الشعب ان شاء الله كامل المؤمنين ونستلمي كاع وليداتك عند ربي كما خلقتنا يا ربي ما ضيعناش ان شاء الله نقف على رجلي يا ولادي ونشوفهم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. هضري مع وليدك هضري هضري معاهم فرغي شويه هضري معاهم صح اخويا عبد القادر عثمان ولادي ما تخموش خطو فينا لهم مليح شويه ومريض الصحراء مليح وبدا الخدمه راه يخدم وقال لكم يا خالتي سامحوني يا خالتي بزاف يا خالتي قلت سامحوني سمي عمري عليكم ونعاون بابا فيكم كي يكتب ربي ان شاء الله راني نجي لولادك تعرف ظروفنا تعرفوا الظروف الله يبارك دراري ولادكم ونساكم ويماكم ومرضي والدوار كما شدوا لدارتي راه كانت شي صبعه ونتني بلي مرضي كرونيك ما كانش منين نهضر لك فهم كاع ولادي سيدي سيريو في الحفل على بالي ولا عبد القادر راه عندك لي ديبلوم الخارج اللي ما درتوش في بغا درتو في الحفل شحال ديبلوم وقرايه الله يبارك وعثمان بسبعه لي ديبلوم قعدتك عثمان وقلت لك بناتكم راهم خدموا دي بونص في هذه الاختبارات الحمد لله يعني كل وقت عايز يقولوا لي يما لينا جبنا غير يدخلوا احلام ماريا اني واش خدمتو ولي يما لي خدمت مليح ماني راني درت مليح الاختبارات قادر عبد القادر وليدي ان شاء الله ربي يرجعك ليا يا عزيزي وتبرالي راني الدنيا الاخيرة على بالي ولادي ما درت والو وربي وادي يعلم واش في قلوبكم ما يعفو عليكم ويرجعكم ربي ما عليش هذا الحد برا ولا الداخل كيف كيف انا يا حنا اللي رانا محبوسين راني برا محبوسه انتم راكم محبوسين وسعوا خاطركم ولادي ان شاء الله تولوا لولادكم وربي وادي تساوي ان شاء الله يا ربي حنوني ان شاء الله تخرج يا قادر يا تولي الشندر وتولي الامين ويا عثمان ان شاء الله تولي الاحلام وفرح وتولوا لي انا وخواتاتكم والفاميليا كاع الفاميليا كامله اللي نتمناو لكم الخير والجيران كاع يتمناو لكم ان شاء الله تخرجوا بخير على خير ولادكم وسامحوني سامحوني سامحوني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعطيك الصحه الله غير ربي يشدهم لك يعطيك الصحه يعطيك الصحه ايا بسلامه مدام الله حبيت نقول لها تصبحي بخير بصحه وامان عاسيتيها امان عاسيتيها شتو هادي تخمم ساعة ساعات تقول لك معيشة هادي نحب نموت ونخاف ولادي ما يجبوش يدفنوني هاديك الهضرة اللي كنا نهضروا عليها والله سي اتخوص حنا نخمو على لا فيكتيم الضحايا بصح نخمو تاني سورتو او ماما سورتو او ماما هي راهي دوك مسؤولية تاع مرت ولادها تاع ولاد ولادها تاع فوس ايماجيني لا كاتاستروف كارثه تاع ليكم سورتو سي اوني با ادابتي ا سيت في اوني با ادابتي دو جور او لاندومان شكون اللي قال كي زوجت ولادها شكون اللي قال لهاد الولد هذا اللي دو العرس وليه يويو الفرحه ومنا تولي في 15 سنة تاع الحبس ومرتو قالت لك جالت يا بات يا مرتو اما معيشة ايماجيني معيشة تاعك موان 15 نحيو لك 15 تاع لافونيغ تاعك 15 je crois qu'on va prendre Nadia le dernier appel hein le dernier appel allô السلام عليكم. وعليكم السلام. شكون معنا؟ جندوزي أبو بكر من بيرخادم. بيرخادم خيار الناس أبو بكر. الله يسلمك. أبو بكر شكون راهو في الحبس؟ هو في الحبس عندي قضيتي. شكون؟ قضيتي بودري عصفي. داكوغ واش يقول لك ما فهمتش مليح؟ ما يقوليش أنت قضيتي تسمى احنا في قضية واحدة. في قضية واحدة؟ يا وحدة انا ما نقولكش فلكت بصح راني شغل 3 سنين حبس على برا تسمى اسوسياسيون دو مالفيتور هكذا يقولوا تسمى شغل في زوج عندكم قضيه في زوج عندنا قضيه وظالميننا معليش بصح واشنو هي القضيه هذه
هذه المنتدى، منتدى على التعاش تاع المخدرات، تاع المخدرات حمل اسلحه بيضاء من نوع السميه صنف ثاني. كنتوا تبيعوا ولا كيفاش؟ لا احنا ما كنا نبيعوا، مع دوكا الحكايه هي كيفاش بدا. دوكا احكي لنا احكي لنا. هذا الاخ صاحبي هذا بودريعه كان يخدم باركينغ، هو صغير 18 سنه كان في عمره، كان يخدم باركينغ، هو خاطر كاع هذه المشاكل، وخاطر ما يفرج جوستيس ما والو، كان حامل قرص مهلوس حبه حمراء. واش كان حامل؟ كان رابط حبه حمراء. وشنو هي حبه حمراء؟ قرص مهلوس نيفوترين. دواء ميديكامون. كان رابطها في يده. ايه انا كنت طالع لدارنا، كنت انا وصاحبي ثاني كنا طالعين دارنا، كنت بزي تاع الرياضه. ايه كنت بزي تاع الرياضه، تما باين بلي انا انسان رياضي وخاطيني كاع المشاكل، بزي تاع الرياضه وصاكودو وكذا، وطالع للدار تلاقينا نقصر معاه كاخ، كي شغل خويا صغير نقصه وكذا لاباس هكدا، صدموا علينا رجال الشرطه بياري، صدموا علينا هما جاو بياري جايين باسم بعد اساس عباد يتاجروا، احنا خاطين المتاجره، هما كي جاو هما صابوش عباد تاع المتاجره، صابونا واقفين، وهذاك بودريعة كان عنده قرص واحد مهلوس، داونا كامل قدام ما كان والو، ما صابوا والو، قرص ما صابوا، قالوا لنا واش كاين، قالوا الاخر كاين قرص واحد مهلوس، قالنا تعمل القرص هذا، قالوا القرص هذا تاعي، قالوا انا نخدم باركينغ وناكل القرص هذايا باش نقدر نسهر باش نقدر كذا، قالوا لنا يا خلاص معليش في قسم الشرطه نفهموا، داونا لقسم الشرطه كذا ريحوا زوج سوايع هما في البيرو يتشاوروا، ومن بعد كي دينا نشارعوا انا جبت البراءه، انا وواحد جبنا البراءه، كانوا دايرين جمعيه اشرار، انا وصاحبي درنا البراءه، وهذاك بودريعة جبت 6 شهور حبس، ومن بعد مور 6 شهور حبس هذيك انا خرجت، ومن بعد كي عيطوا لنا في لابال في رويسو كسرنا بروكيرور، كي طلعنا للرويسو ضربونا 3 سنين. المونة. بس انت راك برا دورك. ماني برا انا، بس عندي 3 سنين حبس، كي عيطولي نطلع. راح دير لهم 3 سنين. ماشي غندير. الو. انا 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 ما غاتنيش انايا، باسكو انايا بالك كبير، هو 18 سنة في عمره، صغير بزاف، ومالو بريجوستيس، ما عنده ما يتاجر ما والو. شغل كان 6 شهور حبس وشغل. انا خارج من الحبس ونقول نصبر فيه وما كان والو انا قلت بالك يمدوا له سورسي بالك شهور حبس وما دولت له 3 سنين وهو يخدم فيها دوكا، وقريب عامين خادم، قريب عامين هاكك على الباطل، على قرص مهلوس واحد، على قرص مهلوس واحد راه جايب قريب 3 سنين حبس. شو ظلمونا صح، ظلمونا. اهضر معها اتوليكا، هو كانت عنده وقال بلي تاعي هادي ديجا هادي سي سي با مال مزيان، ما حصلكمش نتوما ثاني تيقول تاعو ولا لا هو قال تاعو ماشي ما قال ايه فوالا ايه قال الى ركوني الى ركوني الى ركوني الى ركوني بلي تاعو. اهضر معها خويا سفيان ان شاء الله يا خويا كي اليوم ان شاء الله تخرج وما كان والو خويا، شدوا تقول ان شاء الله خويا سفيان وحشناك بزاف والله غالب، الدنيا قاعد يسلم عليك يماك الحومة، قاعد نسلم عليك وان شاء الله وش راح نقول الطهورة ان شاء الله ويماه رايت راح تطلع عليه يعني يشوفوه ويماه هو صغير عندي يماه يا كريتة تحت في داره كريتة واش تحب يط قول يا وليدي قول يا وليدي صغير قاعد هيك دوك خلاص دوك يخرج ان شاء الله وما يزيد ميم با كاشي يكون في يديه باسكو هذيك كما قلت هو هذيك انا كي صالحني كي هذيك الضربه حكموه انا ما على باليش بلي تعاطى المخدرات، قال لي الدوزيام فوا اللي ناكلها، قال لي هذه الدوزيام فوا اللي ناكلها، قال لي راك تشوف وشكون اللي هكا بالك
هذيك القرص مهرويس كي داونا به، قلت له يا سفيان يا خويا علاش انت اللي تاكل في هذا القرص وعلاش؟ بصح انا شو انا نحب نعرف هو الى 18 شكون هذا اللي علم له ياكل الدواء الاحمر هذا؟ شكون هذا؟ جيب لي شكون اللي علمك؟ قال لي انا كنت مريح في ديار الشمس، قال لي وكنت مريح هكذا مع عباد، قال لي شتهم يبيعوا ويشروا، قال لي قلت لهم زاد دخل في وسطهم قال لي شريت حبه، قال لي زعما قلت في الليل ناكلها واني مريح مع الباجة، قال لي ها مازال ما كليتهاش هاي لك، واني استعرفت بها، قال لي استعرفت بها بصح معليش زين فولي ياكلها في حياتي كومبلي، ما عاد ولات في 3 سنين حبس. ودي واش نقول لك، هادي والله غير كارثه هاد لي برودوي هادو، ما راك انت ما تعرفهاش، ها انت وما تعرفهاش كيفاش. يا يعطيك الصحه انتوليكا ريما، يعطيك الصحه. وحنا ماذا بينا لي جون هادو، ما قول لهم ما يديروش بهذا الدواء هذا الاحمر هذا، ولا واش قلت لي انت يا كاشيه حمار ولا باش عارف. ان شاء الله نقدر بالله. بيان سور خويا دحمان، خويا حسن آخرين، خويا حمزة بقليس، وربع عمر، علاد محمد، هادو كاع ولاد حمتي، وربي يطلق سراحهم إن شاء الله، وخويا زواوي. وكاع اللي نسيناهم واللي تفكرناهم، وربي يطلق صلاحهم ان شاء الله ويولوا لينا، وربي يهدينا ان شاء الله. الله يسلمك يا طيب. خويا عمر بلال واللي نسيناهم يسمحوا لك ان شاء الله. يعطيك صحة انتوليكا، الله يسلمك. يعطيكم الصحة على الميسيون هذيا، الله يسلمك انت، يعطيك صحة. هاو سي نوفوتي دوك لي كاشي روج، كانوا لي بلو لي روج لي فير لي ما تفهم والو، والله العظيم ما تفهم والو. هردونا لا جونيس تاعنا، هردوها بلي كاشي هذوما بلا خور. يفوا اريتي تو سا، واش نقول لكم؟ ان شاء الله ربي يهدينا وخلاص. هيا نتلاقاو غدوة إن شاء الله. ميرسي بوكو آ توت ليكيب، مصطفى، ناديا، سونيا، عبد القادر، خديجة، إيماد، جليل، توت سيت بال ليكيب. ونقول لكم تصبحوا بخير إن شاء الله. أوغفواغ.